ونحن على ليلة قبل تقديم رئيس الحكومة الحصيلة ديالو ديال السنتين، حزب الاستقلال اللي هو في المعارضة لابد عنده وجهة نظر في هذه الحصيلة، ما هي؟ فاش كنتكلموا على الحصيلة يمكن نمشيو مباشرة للأشياء المهمة اللي تتقيم من خلالها العمل ديال الحكومة. البطالة، البطالة اليوم يعني خصوصا في الشباب بطالة مرتفعة جدا، لم تستطع الحكومة أنت في بالوعود ديالها فيما يتعلق بالبطالة، عدد كبير، نسب زعما كبيرة، وبالعكس كاع الحكومة جابت واحد المشروع وتكلمت عليه ديال 1,200,000 منصب شغل ومن بعد تراجعت عليه، يعني ما قال التزام لتا شي حاجة. على مستوى التغطية الصحية، الحكومة كانت التزمت باش التغطية الصحية خصوصا بالنسبة للمستقلين باش تكون باش نوصلوا 90% التغطية الصحية، اليوم ما كاين حتى شي حاجة من هادشي. مثلا الفوارق المجالية المستوى المناطق الجبليه والمناطق القرويه، اليوم كنشوفوا الاستثمار مازال باقي في بعض مركز، في بعض المناطق ما كاينش، مناطق اخرى اللي مازال كتعيش واحد المجموعه ديال الصعوبات. المديونيه اللي كانت التزمت الحكومه انها تنقص، كنشوفوا انها باقه في مستويات مرتفعه، والمجلس الاعلى للحسابات اقر بذلك وعبر عليه. المشاكل ديال المقاولات الصغرى والمتوسطه لا حصر لها ولا عدد لها، ما كاينش شي توجه شي بناء مهم اللي جايه به الحكومه باش تضع يعني حلول المقاولات الصغرى المتوسطة، لأن هي اللي يمكن تشغل ويمكن تخلق الشغل. هذا كله باش تقولوا بأنه اليوم إلا مشينا حتى شفنا البرنامج الحكومي اللي فيه تقريبا واحد 80 صفحة، يمكن إلا بغينا نصيبوا الإنجازات الحكومة يمكن الصفحة وحدة تكفى باش نشوفوا الفرق ما بين الالتزامات اللي جات بها الحكومة ووعدت بها المواطنين والمواطنات وما بين الإنجازات ديالها. ولكن هذا الشيء ما رده التفسير ديالو واضح. أولا هذه حكومة اللي دوزات 3 سنين ولكنها امتداد لواحد الحكومة أخرى ديال 5 سنين بنفس التركيبة بنفس الأحزاب بنفس المكونات، وفي 8 سنين راه حكومة إلا كانت عندها شي إرادة وكان عندها عمل كتبان البصمة ديالها. يعني ما يمكنش اليوم الحكومة بعض المرات كتجي تقول لنا هذا الشيء لقيناه لقيتيه، يمكن تقولها في العام الأول في العام الثاني، ما يمكنش تقولها بعد 8 سنوات ديال العمل، إذا البصمة غير موجودة. ولكن هذا الشيء كنفهموا حنا لأن هذه الحكومة عندها مشكل في المكونات ديالها من اللي بدات العمل الحكومي، وهي في صراعات، وهي في حملة انتخابية قبل الأوان، وهي في مشادات ما كيسمحش أنها تكون عندها ديك الـ يعني الـ الانسجام المطلوب في حكومة. انتم شفتوا بعض الأمور مثلا بحال القانون ديال الإطار ديال التعليم، جابته الحكومة بدها وطلبت باش تكون يعني دورة استثنائية باش تدوزو، وفي الأخر مكونات الحكومة هي التي تراجعت على هذا المشروع ديال القانون. إذا بالنسبة لنا حكومة يعني فشلات في الالتزامات ديالها، حصيلة ديالها جد ضعيفة. أنا أتصور أنها بحال شي حكومة ديال تصريف الأعمال. الفرق الوحيد بينها وبين حكومة تصريف الأعمال أن هذه الحكومة تصريف الأعمال كتدوم أيام أو أسابيع، وهذه حكومة تصريف الأعمال طويلة الأمد لأنها 3 سنين وهي بدون يعني توجهات واضحة. وحتى الأشياء الأساسية اللي كان جلالة الملك طلبها بحال النموذج التنموي، بحال تحديث ديال الإدارة والميثاق ديال الإدارة، بحال هذا الشيء ديال البطالة والشغل، كلها أشياء ما قدراتش وما استطعتش حتى يعني تحطها في الورقة في الطاولة باش تناقشها أو لا باش تعطي فيها حلول اللي مطلوبة اليوم بالنسبة لبلادنا. إذا ما هو البديل؟ واش غادي نبقاو نفس هذه الوتيرة مدة 2 سنين اللي باقية؟ صعيب، هي في الحقيقة صعيب أنها تبقى الأمور بهذا الشكل هذا، أنه يعني تقريبا واقفة يعني على المستوى حتى الحوار الاجتماعي راكم شفتوا كان متوقف لمدة 8 سنوات، ومن غير الحوار الاجتماعي المستوى الاجتماعي كاين في الالتزام الحكومي الإصلاح الحقيقي ديال أنظمة التقاعد اللي مازال ما تكلموش فيه ما قالوا فيه حتى شي حاجة. حكومة واقفة، حنا كنا الحزب كان طرح الإشكالية بمناسبة يعني الحديث على القانون الإطار ديال التعليم، كنا طلبنا من رئيس الحكومة يجي للبرلمان ويحط الأغلبية ديالو أمام المحك باش يعرف واش كاينة أغلبية، تأكد له ديك الساعة أن كاينة أغلبية خاصها تنسجم وتعمل لما فيه الخير ديال البلاد. ما كايناش أغلبية، راه الحل واضح، خاص الحكومة تقدم الاستقالة ديالها باش نزيدوا لقدام.